أنا أولاً بشكر سعادة الرئيس فريق أول سلفا كير ميادي على ثقته بتعيين أودين عشويل كوزير التربية والتعليم القومي، وأننا مبسوطين جداً من سعادة الوزير لأنه قدر يتابع ويراقب من المركز حتى الولايات وحتى الفيامات. ده خلى المعلمين يكون عندهم جهود كبير في مجال التعليم، فده نحن بنشكر فيه السيد وزير أود دينغ أشويل، لأن لما جاد أويل أسا مرتين وأخذ وركشوب في أويل عمل أسبوع وكان في مجال التعليم، فلذلك نحن بنشكر السيد الرئيس لأن جاب وزير التربية متابع دقيقا من المركز حتى الولايات ومن ولايات حتى الفيامات زي أنا قاعد أتكلم الآن، فده نحن بنشكر فيه السيد الوزير. ثم ذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات الجلس الامتحان ده زول النهجة ده مطلوب وده هدف بتاع وزارة التربية لأن دار معلمين يكون عندهم كفاءات. ثم ذلك المعلم بيكون ما جاب درجة كامل أو معلم ما سقط في الامتحان، الوزارة التربية ما يخلوه كمان هيشيله وبوديه لمعهد التدريب المعلمين حتى يخرج كمعلم قوي ومعلم عندهم فهم في مجال التعليم. ده نحن بنشكر فيه، بنشكر وسائل الإعلام المختلف الذين قام بتغطية هذا المراكز وهذا الامتحان، وشكرا. الاسم كيرشانور محافظ أويل الشمالية. أول باب نحن بنشكر الإخوة الإعلاميين الموجودين في تغطية هذا الامتحان في أويل الشمالية. اليوم بدأنا انطلاق الامتحانات على مستوى أويل الشمالية فيه 6 مراكز، والآن أنا متحدث في مركز مجون لوط بمقاطعة أويل الشمالية. عدد الجالسين من معلمين ومعلمات 2000 معلم والمعلمة، والحمد لله جلسة الامتحانات كان ماشي بصورة سليمة جدا. ونحن بنشكر كمان التيم جاي من جامعة رومبيك الذين راقبوا هذا الامتحان حتى البداية الامتحان اليوم. ثم ذلك بنشكر سعادة الحاكم ولاية شمال بارخزال تونغا كنغور على وقوفه وتعاونه مع وزارة التربية والوفد القادم من جامعة رومبيك والضغط الأمني على مستوى ولاية شمال بارخزال. كمان بنشكر وزارة التربية ولاية الذين قاموا بوضع هذا الامتحان ومراقبته حتى وصوله إلى مراكز المختلفة على مستوى ولاية. أنا شاكر جدا. بالنسبة للجالسين 2000 الجالس والمعلم والمعلم ده زول الناجة ما في مشكلة، وزول الساقط أو زول ما جاب درجة الكامل ما يخلوه يودوه لمعهد تدريب المعلمين حتى يطلع كمعلم كفاءة، عشان نحن دارين المعلمين يكون عندهم كفاءات عشان يوصل تعليم للأبنانا على مستوى ولاية وعلى مستوى خاصة مقاطعة أويل الشمالية. أنا شايف المعلمين مبسوطين جدا في الامتحان ومعنوية بتاعهم عالي، وأنا زورته كلهم 6 مراكز ديل أنا زورته كلهم ولقيتهم معنوية بتاعهم عالي. والآن الموسم عدد المعلمين كتير خرج من الفصول، هم الآن في الشوارع، هم الآن في وسط مركز مجون لوط وبعض المراكز الأخرى.